الإمارات الأولى إقليميا في إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة النظيفة. جاء هذا الترتيب في سياق خططها الاستراتيجية نحو بناء الاقتصاد الأخضر، ما أسهم في نمو التدفقات الاستثمارية الأجنبية وعقد مزيد من الاتفاقيات في هذه الصناعة الحيوية. وتوقع خبراء الطاقة أن تنخفض تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر في الفترة المقبلة، ما سيخلق بدوره فرصا استثمارية ضخمة في المنطقة تقدر بقيمة 600 مليار دولار.